شو راح تعمل؟ بوم ول هاكر هاكر حبايبي الكرام، راح تشوفوا بعضنا اكثر خدعه ممكن تشوفوها بفري فاير. كيف تلبس اي سكين بفري فاير وفي بلاش، ايزي فريزي يا عزيزي. شاهدوا المقطع من اول لاخره، لا تنسوا بزر لايك ويلا نبلش. اوكي هات لنشوف هذا معلم داخل بيت الكلوك تاور عم يتخدم لهون لحد ما كل شيء عادي. تمام 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 اوكي راح عم بيروح. شو الخضر راح يعمل؟ حط ثلجي. هوبا شو راح يعمل؟ بوم ول هاكر 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 يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هاكر. لا والله خطيرة، عن جد خطيرة يا طيبين. شوف نعيد السبرنج عيدة، شوف اللقطة. ول 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 ديو بام 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 بام. خطيرة خطيرة حلوة. اوكي هات لنشوف هذا شو راح يعمل صاحبنا. اوكي داخل على البيت عادي. اوكي بلشت الموسيقى الضربات. ولد مين راسه هذا؟ اوكي مات. شو عم بيصير هون؟ وات؟ ايش هو هذا؟ كيف هو؟ صح انا تلقلقت شوي. شوف بتكتبوا لي تعليقات. هذا المقطع كثير حلو، راح تشوفوا مع بعضنا الشباب بفري فاير التحديثة والجديدة. شوف بس شوف معلم شلون هيك عاملينها. هاي فري فاير يعني 4K يعني مع دقة اسطورية، يعني صراحة اشي تمام. توقعون هيك تصير؟ اوه نايس 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 حلو. اوه والله غير، تحس حقيقية يا جماعة. وال 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 هي نسخة فري فاير معلم يمكن 2030 40. ديام فرشوا الشخصيات كيف عم بتصير. حلو والله شيء حلو. كيلي وال كيلي صارت كيوت. نايس 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 حلو. اوكي عندنا واحد هون قاعد في الطيارة في اللوبي. اوكي اوكي شو شو استخدم الشخصية هاي؟ راح الطيارة. هلي حلوة نايس. ما خطرت ما خطرت ما خطرت على بالي ابدا صراحة. شيء حلو حلوة. اللي بعده هات لي شوف هذا معلم، هذا بعرف انه قاعد فوق السطح. ايوه ايوه عم يجري. حط الشخص هيك شخصية فظيعة اقسم بالله. هي لازم 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 ابلش العب فيها. حط الجاد اخونا. ايوه ايوه حط الجاد ثانية. وين راح؟ دخل على دخل الحيط. يخرب عقلك. واو اوكي احنا هون بمكان تدريبات السيارات معلم. شو راح يعمل هذا؟ اوكي اوكي عم يروح يمين يسار. شو عم بيعمل هذا؟ لك ثواني هذا مو مكان تدريب، هذا عم بداس اللي لك. لا لا مزبوط ولا مو مزبوط؟ مزبوط. شو جابوا لهون هذا بالسيارة؟ شو دخلنا جوا هذا؟ يخرب بيت سنتك. شو دخلوا لهون هذا؟ نعمة وال وال. طبعا شباب صراحة 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 ركزوا معي، لاعبين البيس ما بتسمعنا هيك، يعني ما بنقدر نعمل هيك اشياء، هيك خداع. اكثر شيء لاعبين هواتف معلم بيعملوا لك شغلات غريبه عجيبه بتذكرها من زمان. هات لنشوف اللي بعده. اوكي هات لنشوف هذا معلم وعلى شكله بحكي هندي. نمبر 30 بليس نمبر 30 هي اپنا كلوك تاور کا. آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کلوک ٹاور کا جب بھی راؤنڈ آئے گا آپ کو سٹارٹنگ میں یہاں پہ ركزوا على الكلوك تاور تبعي تو معلم ايش باللوس هات لنشوف لے کے آنا ہے اور دھیان رکھنا جتنا بھی آپ لوگ ہائیڈنگ پلیس کر رہے ہو طب انا بشرح لكم بس انا بجاوب بما اني بعرف هندي بعرف كل شيء لهاللغات يعني العالميه. اوكي سناخذ شفت
شفت شوي تمرنا بيقول لكم راح يروح مباشرة على اليسار. ये सारे कैटर यहाँ पे आपको तत्सुया यूज करना ताकि आपको प्रॉफिट ज्यादा मिले. आपको इस ओर से आना है यहाँ पे मिलेगा आपको इस घर में आपको स्कोपिंग करना है एंड यहाँ पे आपको هنا بيقول لك سكوب مسكوب يعني يضرب على الحيط وكذا من هذا الشيء بخلوا على بعضه فهمت عليك شنو ايه يلا आपको बंदा भी फायर कर सकते हो नहीं तो अगर आपको जोन हिट करता है तो एक और काम कर दो सामने जीप लाइन दिख रहा है इस जीप लाइन के ऊपर आपको जंप करना है. هنا بيقول لك كلمه بدك لازم تكرفس منيح وتنط ايوه ايه एंड यहाँ पे आपको क्या करना है बोले हमें करना बशरह बोले हमें तू कमर शोला कॉपी करो एंड फिर देखो गाइस एक छोटा सा हर्ट देख रहे हो गाइस इसमें आ जाओ ठीक है जैसे अभी देखो मैंने जंप किया आ गया अब यहाँ से ستكون ما خطرت على بالي ابدا انه اطلع على هذا هل आप लोग बंदा को سقف سكوبين करके فاير करके खत्म कर सकते हो ओके तो ये ट्रिक هاي بكلاس سكوات حلوه هالطريقه شباب بتشوف كل اللاعبين كمال کا ٹرک ہے والله حلو حلو الخدعه هاي ہائیڈنگ پلیس نمبر 29 اوکے تو 29 نمبر ہائیڈنگ پلیس اپ لوگ کا سی پی آر کا میپ میں ہی ملے گا اپ کو کرنا کیا ہے اس یلو والی کرین میں آنا ہے یہاں پہ اپ کو دو گلو ایسے کر کے لگانا ہے جیسے میں نے لگایا ہے عم کرو بحطو تلج ہیک ومشي شوي بعدين اتو تھے یہاں پہ اپ کو جون بھی ہٹ کر سکتا ہے اس لیے تھوڑا جلدی کرو اوکے اینڈ یہاں پہ اپ لوگ ہائی لیول السکور بتطلع شيء تمام تمام صراحه आपको क्या करना है यहाँ पे जल्दी से आपको स्प्रिंट करना है मूव करते जाओ आगे की तरफ अगला कैन इजिप सरा और फरत बतनत ओले ما دمج كثير حلو شوف الدمج ما دمج كثير ترى هي طريقه كثير حلوه جدا उसके बाद आप लोग जल्दी से यहां पे अगर आपने आलोक लेके खेल रहा है फिर तत्सुया लेके खेल रहा है तो यहां पे हील भी कर सकते हो मेरी मार के एंड यहां से आप लोग बंदा खत्म करो यहां पे देखो ये صراحه شكرا اخوي شاروخان بروخان باللوز شكرا لك على المساعده حبيبي شو رايكم هاي والله حلو حلو ترى حلو حلو هاتوا نشوف هذا طبعا هذا هي الشخصية الخريطة الصراحة الخريطة ما بلعب فيها كتير ولا ما غير ألعب فيها شو عم راح يقلنا شو طلع لفوق أوه حلوة كفو نايس نطوة طبعا علينا لفوق وطلع كملها لفوق حلوة اللي بعده اوكي عندنا هون واحد فوق سطح الفاكتوري بس فكرة الالوان لعبة كثير حلوة ها ركز معنا اوبا عم بيطلع حدا يخرب بيته خلعني نط راح راح فيا اوكي راحوا اثنيناتهم فيا اوووو حلوة 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 سافوا له اوكي هون عندنا بنخالته هذاك اللي حكى لنا الخدعة اوكي قاعد عم يكبس بوكسات نفس الشخصية هي بعدها هي الشخصية فظيعة اقسم بالله تفرج حط الثلج لفوق اوكي حط الثلج تاني تحت على اليمين وال وال طب والله ده كيف راح يطلع من هون يا شباب خلاص يخرب عقله وال وال اوكي شوف هذا ايوه دخل الداخل الكلوك تاور هذا معلم حلو حلو بس ولكن هذا ما قلنا كيف راح نعمله اكتبوا لي انتم بالتعليقات شلون تقدروا تعملوها هاي اكتب معلم اللي بعده اوكي هون عندنا واحد معلم حاطط شخصيه ترجع افرجيكم اياها حاطط شخصيه هاي الشخصيه يا شباب والله بيعملوا فيها شغلات غريبه عجيبه اقسم بالله مثل شوف اوكي اوكي حلوه 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 هات لنا نشوف هذا جميل حط ثلج ايوه ثلجات حبس اللي راح يجوا من هذا اوكي معقول يوقفوا حلوة 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 يلا نشوف الثاني نوريك طريقة عمل هذه الحركة البرازيلية حركة برازيلية راح اعمل صاحبنا شباب ركزوا منيح حركة برازيلية يا معلم ترى هالحركة ثواني 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 هالحركة معروفة معلم هي نعرفها من زمان قيام زمان يعني بس لاعبين فري فاير قديمين مثلي لاعبين فري فاير قديمين بيعرفوا الحركة معلم بس خليني اتفرج عليه معلم للشباب خلونا نبداو في الطريقة اول شيء لازم تجيب سلاح في سكوب ثاني شيء هو أيوة. انك تفتح سكوب وتطلق أيوة شوية رصاصات بعده بطريقة سريعة تضغط على اعادة التحميل وفي نفس الوقت على زر الانحناء وراح تخرج لك النتيجة مثل هيك طبعا انا كنت بعرف هاي شباب بعرفها من زمان من 4 سنين بعرف الحركه صراحه قديمه نعم انا بالنسبه لي بعرف بس لك لاعبين جديد حلوه كفو عليه اللي بعده
لاعبين فري فاير خلاص سوري شوي. اليوم راح تلبسوا كل السكنات فري فاير معلم. ركز معي شوف الجليتشي دي تلبس روح. اي لبسه انت عايزها شو ما بدك اي لبسه شو ما بدك ساكورا هيب هوب فاير سابع اي لبسه انت عايزها. شوش اللايك اشتراك سبسكرايب طبعا روح. والله بينا على الفيديو يلا نخش على اي حد من اصدقائك اي حد كل شيء. مثلا نخش على الكابتن ده الخطوه نعمل ايه بقى؟ هندوس على الصوره بتاعته اللي مكتوب عليها فلاش اللي هو المربع اوكي عارفينه؟ هندوس عليه دسنا عليه على كده. اول ما ندوس عليه ايوه هنروح عند اسمنا من فوق البروفايل اللي فوق اللي هو اسمنا وبتاع اللي هو البروفايل فوق هندوس أيوة. عليه ايوه بس مبروك عليك اللبسه طبعا بس. يا اللبسه ار ار لسه بس سهل شفتوا شباب ليش مش على ساق معلم سهل بس تدخل هو تكبس وتدوس عليه كل شيء باللبس عادي امورك طيبه تلبس ايه كمل نلبس كده ثاني معلم مثلا مثال على واحد تاني ايوه مثلا الشاب ده هنخش عليه زي ما عملنا في البروفايل الاول في الفرقه ده كده معلم هندوس برده على الصوره اللي هي المربعه هندوس عليها بعد كده نخش على البروفايل اللي فوق بس مبروك عليك انت معاك كريم المرهق مبروك عليكم مبروك عليكم طيبين مبروك عليكم السكنات مبروك عليكم كل شيء تحياتنا وكفو شابة شغط كانت هلي شو يا الله